لو الحكاية فيها إن فيديو. دكتور خالد الرويش ده معانا في الصحة منورنا، هنديك كده بريف على الموضوع سريع. تمام اجل كده، يعني احنا عندنا غرفة تجارية 21 شعبة متكونة على مستوى الجمهورية، شعبة بتخدم على كل القاهرة ولس جامعة. يعني احنا هقول النقاط الجديدة للإضافة للغرفة التجارية، عاملين إدارة جديدة فيها توفيق الإنتاجات الداخلية للإيجار بدل ما الجو تحكيم الإيجار ضروري. عندنا إدارة اللي هي التأمين الصحي لصغار الإيجار والكلام الصحي في الغرفة التجارية. عندنا مشروع دوت من المشاريع اللي بيعها مهندس النادي العربي للغرفة التجارية، بنثقف المصدر. احنا لاقيين نظام جديد وقافلين عليه، مفيش قيد بالمصدر اللي هو في الخاصة العربية ما لم يكن مصدر الدولة، ولا لازم يكون حاصل المهم الجميع وعنده شيء من اللغة، وبنديه الدولة دي بالتنسيق مع وزارة التجارة، وانا بحضر الدولة دي ان هو يكون من الاخر مصدر متميز متعلم مثقف عشان يبقى يمثل الغرفة ويمثل مصر ومثل قطاع التطبيق وشان مثلا. استاذ خالد هديك لحضرتك، وعندنا طبعا برضه في